وسهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من أضف إلى معلوماتك. موضوعنا لنهار اليوم هو تساقط الشعر وعلاقته مع التوتر النفسي. فكرة أن تلقق الشعر هي مشكلة تقتصر على الرجال فقط هي ببساطة فكرة خاطئة، فتساقط الشعر هو أحد المشاكل التي تواجهها النساء بشكل كبير، كما أن هذه المشكلة تسبب للنساء العديد من المخاوف والقلق من تعرضهن للصلع. فالكثير من هؤلاء النساء لا يدركن أن مشكلة تساقط شعرهن لها علاقة مباشرة مع التوتر النفسي، فتساقط الشعر المرتبط بالتوتر غير دائم ويمكن السيطرة عليه، وذلك لأن بصيرات الشعر تمر بثلاثة مراحل، حيث تعتبر أول مرحلة هي مرحلة إنبات ونمو بصيلة الشعر، حيث أنها تستمر من 2 إلى 7 سنين، ثم تبدأ المرحلة التالية التي تنتهي فيها نمو البصيلة وتستمر 14 يوم، ثم تليها المرحلة الثالثة والتي تعتبر مرحلة الراحة للبصيلة وتستمر من 3 إلى 4 أشهر، ثم تبدأ البصيلة بالنمو من جديد وتبدأ بدورة أخرى، حيث أن معدل تساقط الشعر الطبيعي هو 100 شعرة يوميا، علما بأن التوتر النفسي يسبب تغيرات في مراحل نمو بصيلة الشعر. ونظرا لارتفاع العلاقة بين التوتر النفسي وتساقط الشعر، تزداد نسبة تساقط الشعر عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة. لكن يمكن التغلب على تساقط الشعر عند معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التوتر، وذلك لأن العلاقة بين التوتر النفسي وتساقط الشعر هي علاقة مباشرة، ومن المهم أن يتم التعامل مع ذلك بشكل سليم ليعود الشعر لمعدل النمو الطبيعي. ويمكن لنا تصنيف أسباب تساقط الشعر المرتبط بالتوتر على النحو التالي: نتف الشعر، وذلك لأن التوتر يزيد من الرغبة في نتف الشعر، والذي يعتبر من أساليب التعامل مع المشاعر السلبية عند بعض الأشخاص. داء الثعلبة، والذي يعرف بمهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر مسببة لتساقطها، حيث يعتبر التوتر النفسي من أحد العوامل التي تزيد من حدوث ثعلبة الرأس. لكن من الضروري على الشخص إدراك العلاقة بين التوتر النفسي وتساقط الشعر ليتمكن من التعامل مع أسباب التوتر والتخلص منها، وذلك لإتاحة الفرصة لبصيلات الشعر بالنمو من جديد، بالإضافة إلى اتباع بعض العادات التي تساعد في نمو الشعر كأخذ المكملات الغذائية. وهناك عدة أساليب للتغلب على التوتر النفسي، منها ممارسة الرياضة وممارسة الهوايات المفضلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصادر الغذائية كفيتامين سي، التي تكمن أهميته في بناء الأنسجة الموجودة في بصيلات الشعر والتي تعرف بالكولاجين. فيتامين بي، وذلك لأنه يعمل على المحافظة على صحة الشعر والبشرة. وأخيرا فيتامين أو، حيث يعتبر من مضادات الأكسدة التي تساهم في المحافظة على فروة الرأس.